السلام عليكم يا شباب. في الفيديو ده ان شاء الله هنشتغل مع بعض اختبار رياضيات لطلاب الصف الثالث المتوسط، محاكي للاختبارات المركزية اللي هيتم تطبيقها ان شاء الله من السنة دي. عشان تحل الاختبارات المركزية دي كويس، انت محتاج تكون مراجع من الكتاب كويس جدا كل الموضوعات اللي انت درستها، والموضوع ان شاء الله هيكون سهل وبسيط. لو انت مذاكر كويس اطمن انك اكيد هتحل 100%. نبدأ مع بعض بالسؤال الاول. بيقولك اختر الاجابة الصحيحة فيما يأتي: قيمة ج التي تجعل ثلاثية الحدود س تربيع ناقص 24 س زائد ج مربع كامل. طبعا يا شباب عشان تحصل على الحد الأخير في مقدار ثلاثي ويكون الحد ده مربع كامل، كل اللي انت بتعمله بتاخد معامل س اللي هو ال 24 ده بإشارته أو من غير إشارته مش هيفرق، وتقسمه على 2 وتربع الناتج. يعني يا شباب ناخد معامل س نقسمه على 2 ونربع الناتج. 24 تقسيم 2 يعني 12، 12 تربيع ب 144. طبعا انا بقول لك هنا بالاشاره او بدون مش هتفرق، لان انت كده كده هتربع، فحتى لو خدته سالب التربيع هيخليه موجب، يبقى الجواب الصح عندنا هو الجواب ده. السؤال الثاني بيقول لك: اذا كانت نقطه راس قطع مكافئ مفتوحا الى اسفل هي سالب 2 و1، فان معادله محور التماثل هي ايه؟ طبعا يا شباب عشان نحصل على معادلة محور التماثل لازم تبقى عارف المعادلة دي بتكون على صورة س بيساوي سالب ب على 2 ألف، وبتكون هي النقطة الأولى في الرأس. النقطة الأولى عندك في الرأس هنا سالب 2، يبقى إذا معادلة محور التماثل هتكون س تساوي سالب 2. السؤال اللي بعده بيقول لك: ما قيمة أ التي تجعل للمعادلة أ س تربيع زائد 8 س زائد 32 بيساوي صفر حلا حقيقيا واحدا؟ خلي بالك بقى عشان ده يمكن السؤال الوحيد في الامتحان ده اللي عاوز منك تركيز عالي جدا. عشان المعادلة يكون لها حل حقيقي وحيد يا شباب، يبقى لازم المقدار اللي مكتوب ده يكون على صورة مربع كامل. طب ازاي احصل على الحد الأول في مربع كامل أو معامل س تربيع ده، أجيبه ازاي؟ خلي بالك من القانون البسيط ده: بناخد الحد الأوسط نقسمه على 2 ضرب جذر الحد التالت. بعد ما بنعمل كده يا شباب بنربع. طب يلا نطبق الكلام ده. الحد الأوسط عندك اللي هو 8 س، خد العدد بس لأن أنت محتاج المعامل، فهتاخد 8 على 2 ضرب جذر الحد التالت، يعني جذر ال 32. طب يا استاذ جذر ال 32 دي ملهاش جذر العدد 32. بصوا هنعملها ازاي يا شباب، تعالوا نعملها في المكان الواسع ده. 32 هتدور على عددين حصل ضربهم 32، واحد منهم له جذر تربيعي، فهتلاقي عندك 16 ضرب 2 يدي لك 32. طلع ال 16 بقى بره الجذر تطلع ب 4، يعني اقدر اكتب جذر ال 32 دي 4 جذر 2. تمام يا شباب، دي طبعا حته تبسيط الجذور، وانت على فكره تقدر تعملها بالاله الحاسبه في الاختبار. يبقى ادي 4 جذر 2، ما تنساش الكل تربيع. طب ايه رايك 2 ضرب 4 اصلا ب 8؟ مع السلامه هيوحشونا. يبقى 1 على جذر 2 الكل تربيع. ربع بقى 1 تربيع ب 1 وجذر 2 تربيع ب 2، يبقى الجواب الصح هنا نص اللي هو الجواب ب. زي ما قلت لكم يمكن ده السؤال الوحيد اللي عاوز منك تركيز عالي في الاختبار. بعد كده السؤال رقم 4 بيقول لك: أي المعادلات الآتية تعبر عن الدالة الممثلة بيانيا أدناه؟ طبعا يا شباب أنت عينك هنا على حاجة واحدة بس هي الأساس في المسألة: المنحنى لفوق ولا لتحت؟ يعني هو اتجاهه لأعلى ولا لأسفل؟ بما إن المنحنى لأسفل يا شباب، يبقى معامل السين تربيع هيكون سالب، وبالتالي الجواب الدال ده غلط والجواب بقى كمان غلط. إذن الجواب يا إما أ يا إما ج. طب وبعدين يا استاذ اجيب الجواب ازاي؟ بص بقى على نقطة تقاطع المنحنى مع محور الصادات. المنحنى هنا يقطع محور الصادات في النقطة دي. نعد كده يا شباب مع بعض: 1 2 3 4 5. يبقى المنحنى يقطع محور الصادات عند نقطة 5، يعني الجزء المقطوع من محور الصادات هيكون 5، وبالتالي طبعا الجواب الصح هنا هو الجواب ج. السؤال اللي بعده بيقول لك: يتشابه المثلثان اذا كانت اضلاعهم المتناظره ايه؟ طبعا يا شباب دي من الجمل اللي مكتوبه عندك في الكتاب ولازم تكون محدد عليها، ان المثلثان بيتشابهوا اذا كانت اضلاعهم المتناظره متناسبه، وطبعا الزوايا المتناظره تكون متطابقه. السؤال اللي بعده بيقول لك: بالنسبه لمثلث اضلاعه ا شرطه وب شرطه وج شرطه، حيث ج شرطه اكبر الاضلاع طولا، اي المعادلات التاليه تحقق فان المثلث قائم الزاويه؟ يعني ايه المعادله اللي لو اتحققت المثلث ده هيبقى قائم؟ طبعا هنا الراجل بيتكلم مباشره على نظريه فيثاغورس.
جيم شرطه هو اكبر الاضلاع يبقى هو الوتر. ونظريه فيثاغورس عندنا بتقول لك جيم شرطه تربيع يساوي الف شرطه تربيع زائد باء شرطه تربيع اللي هو الاختيار جيم، الاختيار د. السؤال اللي بعده، تبسيط العباره 2 جذر التربيع ال 75 ك ر تكعيب بيساوي كام؟ طبعا يا شباب هنا اول حاجه هتعملها هتحاول تخلص من الجذر 75 دي، الاتنين دي بره زي ما هي ماليش علاقه بيها، وجذر 75 دي هحاول ادور على عددين حصل ضربهم 75 احدهما له جذر تربيعي، فهتلاقي عندك 25 ضرب 3. وطبعا اللي مش عارف الكلام ده ممكن يحلل ال 75 لعواملها الاوليه، وممكن تريح نفسك خالص وتستعمل الاله الحاسبه. جذر ال 25 5 فهيطلع بره الجذر بخمسه، والتلاته دي ملهاش جذر فهتدخل داخل الجذر كما هي. الكاف طبعا يا شباب ملهاش اس فهتفضل داخل الجذر كما هي. وراء اس 3 دي لما تحب تطلع جذرها التربيعي هتحط راء هنا وراء بره، وما تنساش طبعا القيمه المطلقه. يبقى اصبحت مسالتك 2 ضرب 5 يساوي 10 في القيمه المطلقه الراء. ليه القيمه المطلقه يا شباب؟ لان راء اسها فردي وبالتالي لازم تحط قيمه مطلقه. فالجواب الصح عندنا هنا هو الجواب الف. السؤال رقم 9 بيقول لك اي العبارات الجذريه التاليه في ابسط صوره. هنا خلي بالك بقى، احنا عشان العباره تكون في ابسط صوره يا شباب لابد الا يوجد جذر في المقام، وبالتالي طبعا دي كده غلط، ما هياش ابسط صوره، ودي كمان غلط لان دي في الاصل نقدر نكتبها بالشكل ده يا شباب، جذر 7 على جذر 3، وبالتالي هي ليست في ابسط صوره هي كمان. لكن بص المقدار الجميل اللي في القيمه ج دي طبعا ابسط صوره، المقام هو عدد حقيقي وما هوش جذر زي ما اتفقنا، يبقى دي هي الاختيار. طب واحد يقول لي طب دي اس، لا ما جذر 16 بيساوي 4، يعني دي اقدر اكتبها 3 في 4 بيساوي 12، وبالتالي ليست في ابسط صوره هي كمان. السؤال اللي بعده بيقول لك اي القيم الممكنه للمتغير س اذا كانت المسافه بين النقطتين س وصفر و3 1 تساوي جذر 2. طبعا يا شباب انا هكتب لك هنا قانون المسافه بين النقطتين لكن مش هستخدمه في الحل، انا هستخدم طريقه تجريب الخيارات. القانون هو لازم تكون حافظه برضه وعارفه، الجذر التربيعي لس 2 ناقص س 1 لكل تربيع زائد ص 2 ناقص ص 1 لكل تربيع. طبعا يا شباب اللي عايز يستخدم القانون ده في الحل زي ما قلنا يستخدمه مفيش مشكله، واللي عاوز يستخدم تجريب الخيارات زي ما انا هعمل دلوقتي يستخدم تجريب الخيارات. طب هتجرب الخيارات ازاي يا مستر؟ انا هشيل السين واحط 2 واجرب اشوف هل الناتج هيطلع معايا جذر 2 ولا لا. هنقول يا شباب سين 2 ناقص سين 1 يعني 3 ناقص 2 يعني 1 لكل تربيع يعني 1، زائد ص 2 ناقص ص 1 لكل تربيع يعني 1 ناقص 0 يعني 1 تربيع ب 1 تطلع بجذر 2 بالفعل. يبقى بالفعل الحل ده اكيد حل صحيح. طب مش هتجرب الاربعه يا مستر؟ لا انا مش محتاج اجرب الاربعه لان مفيش ولا اختيار في العدد 2، فاكيد الاختيار ا هو الاختيار الصحيح. السؤال اللي بعده بيقول لك حل المعادله 4 زائد الجذر التربيعي لس زائد 1 بيساوي 14 هو كام؟ ايضا مساله زي دي يا شباب ممكن تحلها باستعمال التجريب، ممكن تحلها كمعادله جذريه عاديه. طب لو عايز تحل باستخدام المعادله الجذريه هتحط هنا سالب 4 وهنا سالب 4، دول هيوحشونا مع السلامه خلاص. يبقى عندك الجذر التربيعي لس زائد 1 بيساوي 14 ناقص 4 يعني 10. وطبعا كلنا عارفين ان انا عشان احل معادله جذريه هستخدم التربيع. التربيع ده ليه يا شباب؟ عشان هو اللي هيقدر يحذف الجذر، فتصبح معاك المساله س زائد 1 من غير تربيع بقى خلاص ومن غير جذر بيساوي 10 تربيع يعني 100. حط لي بقى سالب 1 هنا وسالب 1 هنا، دول مع السلامه. يبقى س بيساوي 100 ناقص 1 يعني 99، وبالتالي الجواب الصح هنا هو الجواب ج. ايضا يا شباب ممكن تحلها بتجريب الخيارات، تعالى كده جرب انك تشيل السين وتحط 99 هنا، فهتصبح مسالتك 99 زائد 1 يعني 100، جذر ال 100 يعني 10، 10 زائد 4 يساوي 14، يبقى بالفعل انت حليت حل صحيح. السؤال اللي بعده بيقول لك ايا من ما يلي من اساليب جمع البيانات. طبعا يا شباب من اساليب جمع البيانات هي الدراسات، طبعا عندك الدراسه المسحيه أحد أساليب جمع البيانات. السؤال اللي بعده، أول خطوات إيجاد الانحراف المتوسط هي إيه؟ طبعًا يا شباب عشان تجيب الانحراف المتوسط أو التباين أول خطوة بتعملها كده كده هي إيجاد المتوسط الحسابي. السؤال اللي بعده، يفحص المدير في أحد المطاعم جودة الفطائر كل 20 دقيقة بدأ بوقت يحدد عشوائيًا، تصنف هذه العينة على أنها عينة إيه؟ طبعًا يا شباب هو بيقول لك بشكل عشوائي أهو،
بيفحص عينات يعني فحصها بشكل عشوائي، وبالتالي العينة دي هي كل 20 دقيقة، فإذا هي عينة عشوائية منتظمة. السؤال التاني يا شباب هتلاقيها دايما هي أسئلة أكمل الفراغات التالية: المقطع الصادي للدالة صاد بيساوي 5 س تربيع ناقص 2 س زائد 3. وده أسهل سؤال في الاختبار بالكامل. المقطع الصادي يا شباب هو الحد المطلق اللي مش مكتوب فيه س، وبالتالي هو مباشرة 3. ده جه ازاي يا شباب؟ عشان طبعا احنا عارفين لما تيجي تدور على المقطع الصادي ضع س بيساوي 0، س بتساوي 0، وبالتالي هتحذف السينات من المسألة، فدايما خد الحد المطلق مباشرة. السؤال اللي بعده بيقول لك الطريقة الأفضل لحل المعادلة 9 س تربيع بيساوي 25، طبعا هي إيجاد الجذر التربيعي. دي أفضل طريقة لحل المعادلة، طبعا في طرق تانية ممكن تقول الفرق بين مربعين، لكن أفضل طريقة هنا هي إيجاد الجذر التربيعي، لأن ده هيحل لك المسألة في خطوة واحدة. السؤال اللي بعده بيقول لك 6 جذر 2 ضرب 4 جذر 50. طبعا يا شباب مسألة زي دي أنت ممكن مباشرة تستخدم الآلة الحاسبة في إيجاد الناتج، لكن احنا لو عايزين نحلها من غير حاسبة هنضرب العدد اللي بره الجذر في اللي بره الجذر الأول. جذر 6 ضرب 4 يعني 24، وادي الجذر التربيعي ل 2 ضرب 50 يعني 100. طيب بمنتهى السهولة يا شباب جذر ال 100 يساوي 10، فأصبحت مسألتنا 24 ضرب 10 يعني 240 وانتهت المسألة. طبعا ده للطلاب اللي مش بتحب تستخدم الآلة الحاسبة، تقدر تحلها بدماغك في منتهى السهولة. السؤال رقم 4 بيقول لك في المثلث القائم الزاوية المجاور طول الضلع المجهول يساوي كام؟ طب هنا يا شباب بيتكلم على الوتر، واحنا قلنا في المثلث القائم على طول نظرية فيثاغورس، يبقى ج شرطة تربيع بيساوي أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع، يعني جذر 5 تربيع زائد جذر 23 تربيع. طب والتربيع والجذر هيوحشونا، التربيع والجذر هيوحشونا، يبقى ج شرطة تربيع بيساوي 5 زائد 23 يعني 28، وطبعا ج شرطة هنا هيساوي جذر 28. عايز بقى تحطها في أبسط صورة عشان يبقى حلك شيك ومتكامل، تقدر تدور على عددين حصل ضربهم 28 أحدهما له جذر، فهتلاقي عندك 4 ضرب 7، الأربعة بتطلع من تحت الجذر باتنين يعني 2 جذر 7. عايز تكتبها 2 جذر 7 يبقى أنت وصلت لأبسط صورة وتاخد درجتك كاملة. السؤال رقم 5 بيقول لك قدر حارس غابة ارتفاع شجرة بنحو 50 متر، فإذا كان الحارس يقف على بعد 30 متر من قاعدة الشجرة فإن مقياس الزاوية التي يشكلها مع قمة الشجرة هي كام؟ طبعا هنا يا شباب خلي بالك أنت محتاج الظل اللي هي الظا. طب هحتاج الظا ازاي يا أستاذ؟ هو قال لك يقف على ارتفاع شجرة بنحو 50 متر، هنقول مثلا وليكن ده الارتفاع اللي هو 50 متر، والراجل بيقف هنا كده، ادي الارتفاع بتاعنا يا شباب 50 متر. فاذا كان الحارس يقف على بعد 30 متر يعني المسافه دي 30 متر، فان الزاويه التي يشكلها مع قمه الشجره، قمه الشجره هنا يا شباب والزاويه اهي اللي هي دي، عايزين الثيتا اللي هي الزاويه دي او الزاويه س مثلا ايا كان اسمها هي. وبالتالي هنا هنستخدم الظا. ليه هنستخدم الظا يا مستر؟ لان عندك المقابل على المجاور موجودين، مقابل الزاويه هو 50 والمجاور هو 30، يعني 50 على 30. وبالآلة الحاسبة الجميلة هتكتب ظا 50 على 30 يساوي كام، وما تنساش طبعا تكتب شيفت، شيفت ظا 50 على 30 يساوي هتطلع لك زاوية س تقريبا 59 درجة. السؤال اللي بعده بيقولك في النسب المثلثية جيب تمام الزاوية يساوي ايه؟ جيب التمام ده يا شباب اللي هو الجتا بتساوي ايه يا ترى؟ الجتا القانون بتاعها لازم تكون حافظه زي اسمك، المجاور على الوتر. طبعا الجا هي المقابل على الوتر. السؤال اللي بعده بيقول لك جتا 60 بيساوي كام؟ هتمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتكتب عليها جتا 60، هتلاقيها دايما بتساوي نص. وطبعا في طلاب عارفة الدوال الخاصة 30 و60 و45 و90، في طلاب حافظة الكلام ده، لكن انت على طول اكتب على الآلة الحاسبة كوساين 60. السؤال اللي بعده تسمى الحادثتان اللتان لا يمكن وقوعهما معا حادثتي نمط. طالما قال لك لا يمكن وقوعهما معا يبقى حوادث متنافية. السؤال اللي بعده بيقول لك قيمة 6 لام 4 يساوي كام؟ طبعا دي تباديل يا شباب. طب التباديل يا مستر بتتحل ازاي؟ بتتحل مضروب العدد 6 على مضروب الفرق اللي بينهم، الفرق يعني 6 ناقص 4. ولو انت عايز بالحاسبة طبعا تقدر تحلها بالحاسبة بسهولة، هتضغط شيفت
تكتب 6 الاول وبعدين شيفت علامه ضرب وبعدين 4، هتروح مطلع لك الناتج على طول. طب لو انت مش عايز تستخدم الحاسبه خلاص، مضروب ال6 على مضروب 6 ناقص 4 اللي هي مضروب العدد 2، فهيكون مضروب ال6 على مضروب العدد 2 وتطلع الناتج عادي خالص بقى، يطلع معاك 360. وهنا شباب بيقول لك احتمال للحصول على 2 او 4 في حادثه رمي مكعب ارقام هو. طبعا يا شباب هنحسب احتمالية وجود العدد 2 في مكعب الأرقام. في كم عدد اسمه 2 في مكعب الأرقام؟ هو عدد واحد بس يا أستاذ، ومكعب الأرقام له 6 احتمالات، يبقى 1/6. زائد الاحتمال التاني عندك الحصول على العدد 4، أيضا في عدد واحد بس اسمه 4، يبقى أيضا 1/6. اجمع بقى معايا كده، 1 + 1 = 2/6 طبعا زي ما هي، يعني في أبسط صورة تساوي 3. بعد كده يا شباب أسئلة المقالي، نركز بقى مع بعض في المقالي. السؤال الأول فيه بيقولك إذا كان مميز المعادلة س تربيع ناقص 4 س زائد ج بيساوي 0 هو 36، فأوجد مجموعة حلها. طبعا يا شباب أهم كلمة في المسألة دي هي كلمة المميز، اللي حضرتك لازم تبقى عارف قانونه اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف ج، حيث طبعا يا شباب الألف هو معامل السين تربيع. طب مفيش عدد قدام السين تربيع يا أستاذ، يبقى في واحد. والباء هو معامل السين اللي هو سالب 4، والجيم هو الحد المطلق اللي هو هيفضل جيم زي ما هو، وإحنا أصلا دورنا نطلع قيمة الجيم دي بكام. هو قالك لما تيجي تعوض في القانون هتلاقي المميز قيمته ب36، يبقى هنعوض في القانون ده يا شباب ونساوي الكلام ده بكام؟ ب36. نبدأ مع بعض كده، باء تربيع، الباء بسالب 4، يعني سالب 4 تربيع، 4 ضرب 4 = 16، ناقص 4 ضرب ألف اللي هي بواحد، ضرب جيم اللي أنا مش عارفها، كل ده بيساوي 36. كمل معايا يا شباب، 16 تنزل زي ما هي، 4 ضرب ألف ضرب جيم يعني 4 جيم، كل ده بيساوي 36. نحل بقى معادلة عادية خالص، نحط سالب 16 هنا وسالب 16 هنا، دول مع السلامة خلاص، يبقى سالب 4 جيم بيساوي 20. نقسم بقى شباب على سالب 4 هنا وسالب 4 هنا، وبالتالي جيم في الحالة دي هتطلع بيساوي سالب 5. انت كده يا شباب طلعت قيمة جيم. خلي بالك بقى هو عايز مجموعة الحل. نكتب الجيم هنا بسالب 5 ونحل المعادلة باستخدام التحليل، فيبقى س تربيع ناقص 4 س ناقص 5 بيساوي 0. تحليل عادي يا شباب زي ما درسنا في الترم الاول، ده يعتبر حته تراكميه كده، س تربيع س هنا وس هنا، وعايزين عددين حاصل ضربهم 5 والفرق بينهم 4، يبقى طبعا 1 ضرب 4، الكبير ياخد اشارته النص، يبقى هنا سالب وهنا موجب. لما يكون س زائد 1 بيساوي 0 معنى ذلك ان س بتساوي سالب 1، وس ناقص 4 بيساوي 0 معنى ذلك ان س بيساوي موجب 4. دي كده مجموعه الحل للمعادله المكتوبه. السؤال اللي بعده بيقولك أوجد حل المعادلة س تربيع ناقص 8 س ناقص 1 بيساوي 8 بإكمال المربع. خلي بالك يا شباب أول خطوة في إكمال المربع هي التخلص من العدد اللي مع س تربيع وس، وبالتالي هحط هنا موجب 1 وهنا موجب 1، دول هيوحشونا خلاص، يبقى أصبح عندك س تربيع ناقص 8 س تساوي 9. يعني إيه بقى إكمال مربع يا شباب؟ يعني بتروح لمعامل السين اللي هو سالب 8 تقسمه على 2 وتربعه. سالب 8 تقسيم 2 يعني 4 تربيع ب 16. هتعمل ايه بقى في ال 16 دي؟ هنضيفها في طرفي المعادلة. يعني هنكتب س تربيع ناقص 8 س زائد 16 يساوي 9 زائد 16. أصبحت دي يا شباب كده عبارة عن مربع كامل. بتتحلل ازاي؟ قوس واحد بس وعليه تربيع. مربع الأول ناخد جذر السين تربيع يعني س، وجذر الستاشر يعني 4، وإشارة الأوسط يعني سالب، كل ده بيساوي 9 + 16 يعني 25. كده المسألة خلصت خلاص، نكتب بقى بأخذ الجذر التربيعي. ناخد الجذر التربيعي أصبحت يا شباب س ناقص 4 بيساوي، خلي بالك بقى، موجب أو سالب جذر 25 اللي هو 5. ده معناه إن س ناقص 4 إما إنها بتساوي موجب 5 أو س ناقص 4 بيساوي سالب 5. حط لي بقى يا مستر موجب 4 هنا وهنا، دول هيوحشونا خلاص، يبقى س بيساوي 9، أدي القيمة الأولى يا شباب. ونفس الكلام في القيمة التانية، موجب 4 هنا وهنا، دول مع السلامة خلاص، يبقى س تساوي سالب 1، يبقى مجموعة الحل عندي هنا 9 وسالب 1.
السؤال اللي بعده بيقول لك أوجد محيط مستطيل عرضه 5 جذر 8 ناقص 3 جذر 2 و3 جذر 8 زائد 5 جذر 2. طبعا يا شباب بما إنه هو عايز المحيط نطبق قانون المحيط اللي هو الطول زائد العرض ضرب 2. طيب أنا عندي كل حاجة، عندي الطول أهو وعندي العرض أهو، يلا نعوض. يبقى 5 جذر 8 ناقص 3 جذر 2، أدي الطول يا شباب، زائد 3 جذر 8، دي طبعا جذر 8، زائد 5 جذر 2، كل ده هينضرب في 2. نجمع المتشابه بقى يا شباب، 5 جذر 8 وتلاتة جذر 8 يبقى 8 جذر 8، ناقص 3 جذر 2 و5 جذر 2 يبقى 2 جذر 2، كل ده يا شباب هينضرب في 2. طيب احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة كده في الجذر 8 دي، ناخدها على جنب كده ونحطها في أبسط صورة. كلنا عارفين إن 4 في 2 يساوي 8، ممكن نطلع الأربعة بره الجذر فتبقى 2 جذر 2. يعني يا شباب أنا هبدل جذر 8 دي وأخليها 2 جذر 2، وطبعا دي كنت تقدر برضو تعملها بالحسبة. فالاتنين اللي بره دي هتنضرب في 8، تصبح عندك 16 جذر 2 زائد 2 جذر 2، كل ده مضروب في الاتنين الجميلة اللي بره دي. خلاص كده المسألة خلصت، 16 زائد 2 يا شباب 18، 18 جذر 2 ضرب 2، 2 ضرب 18 يعني 36 جذر 2، وانتهت المسألة. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان طول ظل بناية 20 متر وطول ظل أحمد 90 سنتيمتر في تلك اللحظة، وطوله متر و80 سنتيمتر، فما ارتفاع البناية؟ كده يا شباب احنا عندنا كلمتين خلي بالك منهم، طول حقيقي وظل، وهنعمل تناسب بسيط يحل لنا المسألة في ثانية واحدة. هو قال لك طول ظل البناية 20، يبقى عند الظل هنا هكتب 20 للبناية. طول ظل أحمد 90، يعني تحت الظل هنا عند أحمد هنكتب 90. طول أحمد في نفس اللحظة يعني متر و80 سنتي، متر و80 سنتي دي يا شباب ممكن أكتبها 180، وهنا طبعا هيكون سين اللي هو الطول أو الارتفاع للبناية. ومن هنا هنعمل ضرب تبادلي، مقص جميل كده، يبقى سين بيساوي المقابل للمجهول ينزل في المقام اللي هو 90، وهنا 180 ضرب 20. ممكن بالآلة الحاسبة، وممكن الصفر الجميل ده مع ده، والتسعة مع التمنتاشر فيها الاتنين، اضرب بقى 2 ضرب 20 يساوي 40 متر، يبقى ارتفاع البناية دي تساوي 40 متر. السؤال اللي بعده بيقولك حدد العينة والمجتمع وصنف أسلوب جمع البيانات. في المثال اللي قدامك ده يريد مدير نادي رياضي أن يحدد شعار للنادي، فسأل 150 شخص من مشجعي النادي اختيروا عشوائيا عن آرائه، فين العينة وفين المجتمع؟ طبعا يا شباب هنا العينة 150 شخص اللي تم سؤالهم هم دول. طب المجتمع يا أستاذ مشجعي النادي بالكامل، كل مشجعي النادي. طيب أسلوب جمع البيانات هنا يا شباب طبعا دي تعتبر دراسة مسحية. الدرس ده يا شباب محتاج ان انت تراجع المصطلحات بتاعت انواع الدراسات، ويعني ايه عينة ويعني ايه مجتمع، لكن هو درس سهل جدا. السؤال اللي بعده بقى سؤال طويل لكن سؤال سهل جدا جدا جدا. بيقولك هات لي المتوسط الحسابي والتباين والانحراف المعياري. نبدأ بالمتوسط الحسابي اللي كان عندك في ابتدائي. المتوسط الحسابي ازاي بنجيبه يا شباب؟ مجموع القيم على عدد القيم، يعني مستر 6 زائد 10 زائد 15 زائد 11 زائد 8 على عددهم 1 2 3 4 5. وبالآلة الحاسبة الجميلة أو تجمع أصلا مش محتاجة، يعني 6 زائد 10 زائد 15 11 و8 يدوك 50، 50 تقسيم 5 يعني 10. يبقى أنت كده جبت المتوسط الحسابي، ودي أول خطوة. بعد كده بقى عشان تجيب التباين افتكر معايا كده يا شباب بنعمل ايه؟ بناخد المتوسط الحسابي اللي احنا طلعناه ونطرحه من كل البيانات اللي عندك أس 2 تقسيم عددهم تاني. يعني هنا هنقول 6 ناقص المتوسط الحسابي اللي احنا طلعناه 10، يعني 6 ناقص 10 تربيع، زائد القيمة التانية 10 ناقص 10 تربيع، زائد 15 ناقص 10 تربيع، زائد 11 ناقص 10 تربيع، زائد 8 ناقص 10 تربيع. وبالآلة الحاسبة الجميلة اعمل الكلام ده كله، هتطلع لك 46 تقسيم 5. اجمع واقسم يعني عادي خالص باستخدام الحاسبة، 46 تقسيم 5. ده مين يا شباب؟ ده التباين. طب الانحراف المعياري يا مستر اجيبه ازاي؟ الانحراف المعياري ده بيكون جذر التباين، يعني العدد اللي طلع لك ده هتاخد جذره. ومعاك الآلة الحاسبة الجميلة، جذر 46 على 5 هتطلع لك تقريبا 3
وتلاتة من مية، وتبقى انت كده خلصت السؤال بتاعك. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. استناني إن شاء الله، احنا هننزل نموذج تاني ونموذج تالت، هندربك على كل المسائل اللي ممكن تجيلك في الاختبارات الوزارية، وانت ذاكر واعمل اللي عليك، وإن شاء الله الاختبار هيكون سهل.